كمن لا يفرق بين من قال في حلف مثلا واللات والعزة وبين من يقول حياة أبويا أو والنبي. لا يا إخوانا، أنا سمعت من يقول، واحدة بتقول والنبي، فقال لها المتحدث قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله، باعتبر إيه؟ بيعتبرها إنها كده أشركت شركا أكبر. هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لمن حلف بغير الله قل لا إله إلا الله، لم يقلها إلا في حق واحد اللي بيقول إيه؟ واللاتي والعزى، يعني الذي يقسم بأحد المعبودات أو بإحدى المعبودات من دون الله. يعني واحد بيقسم بالصنم، بيقسم بزحل، بيقسم بشيء، من أقسم بشيء من هذه المعبودات الباطلة هو ده اللي يقول لا إله إلا الله، لأن ده كفر حقيقي، الشرك حقيقي مخرج عن الملة. إنما واحد قال والنبي، وقد اختلف العلماء في جواز الحلف به صلى الله عليه وسلم، وعند الإمام أحمد بن حنبل في أحد قوليه أن الحلف به تنعقد وتجب فيها الكفارة إذا حنث. نعم، لكن مش مخرج عن الملة، لكن مش مخرج. إيه المخرج عن الملة؟ إن الإنسان يحلف بإيه؟ بمعبود غيره. طب لكن النبي هنا قال أفلح وأبيه إن صدق.